لسه هذا شرف لنا لينا اكثر. نحن حتى احير وادير مع نفسي عشان افهم المغزى السياسي للتعبير ده. قلت يعني سامحوني في التعبير، عار عليك كرجل سياسي انك تنطق بهذا الهجو وبهذا المنطق. انت بتتكلم سياسة ولا بتتكلم دين عشان تقول لي اغتصبوا الله لنا؟ ومين ادرانا ان كلامك صحيح وبالتأكيد كلامك خاطئ؟ صدقوني ما نرجوه لمصر، نرجوه لكل الوطن العربي كله، سواء كانت سوريا ولا اليمن ولا ليبيا، نرجو الخير للكل. انا مش بتكلم حاليا دلوقتي كرجل دين مسيحي، انا بتكلم كمواطن مصري وافتخر اني انا مواطن مصري قبل اي حاجة. لكن اللي بيحزنني واللي بيؤلمني ان في بلدي حاليا حصلان حاجات مؤسفة مؤسفة. يعني تخيلوا كده، اسمحوا لي بالتعبير ده، النهارده وانا جاي، كنت جاي من اسكندريه زي ما قلت لك يا استاذ احمد، وانا على المحور اربعه شبان، اربع شبان كبار في قلب عربيتهم، وقفوا بحسبهم هيسلموا، راحوا منعتوني بابشع واقصى الالفاظ والشتائم، ويا قسيس يا كذا يا كذا يا كذا. قعدت اضحك قعدت اضحك. احنا وصلنا لهذه الدرجة من الرقي؟ وصلنا لهذه الدرجة من الرقي؟ يعني احنا بنعيب مثلا على الانظمة اللي بره اللي موجودة مثلا في اوروبا ولا في امريكا ولا بتاع، ايه اللي منجح الانظمة دي؟ تعال شوف دلوقتي في امريكا مثلا، يا دوبك فترتين رئاسة وخلاص وانتهت، فما عندهمش بقى مبرر للقيام بثورة ولا مظاهرات، وعلى الرغم من كده لما بيحسوا ان حقوقهم انتقصت بيتظاهروا وبتجيلهم لغاية عندهم. لكن هنا لما نيجي بعد التعب ده كله، بدل ما اطلع قدام خطوة ارجع ورا 30-40 سنة، لا ده امر يعني لا يرضى به عقل. ويمكن احنا كنا بنهتف في المسيرة او الامبارح ونقول كده، لينا اخوة مسلمين معتدلين باللي بيحصل مش راضيين. شبانا كانوا بيهتفوا بكده، واحنا واثقين القاعدة العريضة من الشعب المصري معتدلة ومستنيرة، بس للأسف الجماعة دول بيلجأوا للي هم غير متعلمين وغير مستنيرين، ولازم يروحوا فين؟ للكرة والنجوع. ما بيشتغلوش كما ينبغي في القاهرة واسكندرية، لكن يشتغلوا في الكرة والنجوع بسبب التخلف العلمي نمرت واحد، والتخلف الاجتماعي، والفقر المدقع، فضلا عن الأمراض المستفحلة المتفشية في نفوس الغلابة دو. أروح طبعا، أنا لما أروح واحد مش لاقي يأكل وأقول له خد شنطة هي قيمتها 100 جنيه و150 جنيه تاني في إيديك وتعالى قول لي ديني صوتك، هروح أعمل كده. يبقى فين السياسة هنا بقى؟ عشان كده بقول لك، إن كنا عاوزين نشتغل سياسة صح وإحنا على أعتابها لسه، كنا هنعمل انتخابات، وانا بقولها من دلوقتي ومسؤول عن الكلام ده، ان ما كانتش هتكون في رقابه دوليه سليمه على الانتخابات اللي جايه انا لا اثق فيها كده على طول. ما ينفعش، لان اللي حصلان دلوقتي حوالينا، اللي حصلان بيقول كده. بدليل ايه؟ ليه مثلا الـ الاخوان والسلفيين لا موافقين على الاحكام بتاعه البادئه اللي هي فوق الدستوريه، وعاوزين بيستعجلوا انتخابات الرئاسة ويستعجلوا انتخابات البرلمان والشورى؟ ليه؟ عشان هم مجهزين أجندتهم وجهزين بأوراقهم وضمنين نجاح. لكن أنا بقولها بثقة، الضمان ده ضمان زائف، وحتى إن قدر ليهم النجاح هيكون لفترة زمنية وجيزة جدا جدا جدا، وهيسقطهم تاني، بس هيكون سقوطهم مطلق ودون رجعة. فأكرم ليهم وأشرك ليهم إن هم ما يظهروش من أصل، أن يكونوا أظهر أصل. الوصول للقمة سهل، لكن الثبات على القمة هو الصعب. فهم حاليا دلوقتي الوسيلة اللي بيتخذوها، ما عندهمش برنامج غير الدين. الله، وليه طيب؟ ليه؟ ما فيش أي برنامج سياسي تاني غير مسألة الدين؟ عشان خاطر شكرا يا عماد، اشكرك حبيبي.
علشان تستثير الناس اللي هم يعني ضيقوا الأفق وإمكانياتهم متواضعة. ما هي كده، أصل معلش إحنا تعلمنا عموما، يعني تعلمنا النقاش حتى في المسائل الدينية. لما يجيني ابني ليا من الكنيسة ويسألني سؤال في الدين، لازم أقعد أسمعه إن شاء الله يوم بحاله، وما ينفعش إن أنا أفرض رأي عليه كأسيس أو كأبونا. لازم أديله فرصة يقول ويجادل ويناقش لغاية ما هو بنفسه يقول لي خلاص يا أبونا أنا مستريح كده وأنا مقتنع كده. إن كنا بنعمل كده في مجال الدين، مش هنعمل كده في مجال السياسة؟ لكن المشكلة الكبيرة دلوقتي، مثلا حد عاجبه، سامحوني في التعبير، حد عاجبه ولاية الفقيه في إيران؟ أنه عقل يقبل بهذا الكلام؟ أنه عقل يقبل بهذا الكلام؟ طب ما أنا أحرى بيا كرجل دين أمجد الدين، لكن لا، ما ينفعش. أنا بتكلم دلوقتي، أنا بتكلم وسطيكم وكلكم أكثر علما مني وأكثر معرفة مني، ومن اتضاعكم إن كنتوا سايبيني أتكلم. لكن انا بقول كمواطن مصري، انا ما يريحنيش ابدا الشغل بالدين. انا اتكلم كمواطن مصري واشتغل سياسه كمواطن مصري، قبطي ان كنت او مسلم مش اشكال، لكن عشان خاطر ادخل الدين في الموضوع يبقى انا ليا حاجه بقى تخصني انا، بقى ليا غايه انا اعرفها بقى. ما هي كده، ما هو اصل انا يعني بعدين على راي واحد قالها لي من القوى السياسية الليبرالية، قال لي أول ناس هتتأذى بحكم الناس دي هم المسلمين ذاتهم، وده معروف الكلام ده. لأن معلش سامحوني في التعبير، أنا طالما دخلت كنيستي وطالما دخلت بيتي أنا ليا مبادئي ومش هحيد عنها ومش هغيرها. لكن سامحوني في التعبير، الشخص المسلم هيحكم عليه جوه بيته وجوه المسجد، وممكن يكفر وهو جوه المسجد، ويطلق من امرأته عنوة لداخل بيته. ده ما حصل مع ابو زيد، دكتور ابو زيد. خلينا نتكلم كلام سليم ونبني بلدنا بناية مظبوطة، لان العبث بالدين ده تخلف، فضلا عن كونه تخلف سياسي فهو تخلف اجتماعي. لان ده معناه ايه؟ اسكت ما تتكلمش، بس ملوش معنى، ملوش غير المعنى ده عندي انا، اسكت ما تتكلمش، ولو اتكلمت تبقى انت كافر واقيم الحد عليك. لا، يبقى من دلوقتي بقى اكرم لي ان انا اموت في سبيل رفضي ليك ولا اني ارضى بيك. هي كده؟ ما انا كده كده هموت، يبقى اكرم لي اموت في سبيل نضالي ضدك طالما انت هتنادي بالموضوع ده. ولكن انا اللي معزيني في الموضوع ده، ان كانت اعداد مصر 85 مليون نسمه، الاخوان والسلفيين في البلد صدقوني تاني لا يتعدوا 4 مليون نسمه، وانا واثق من الكلام ده، ولا يتعدوا 4 مليون نسمه. اذا عندنا اكتر من 80 مليون شخص في مصر مستنير وجاهزين يشتغلوا كويس. انا طولت عليكم، واحب ناخد فرصه الله يبارك فيك مولانا، يعني سعيدين. على فكره التايتل بتاعي عشان يكون، انا اسمي القمص بطرس الانبا بولا، انا اسمي القمص بطرس الانبا بولا، راهب من دير الانبا بولا في البحر الاحمر، المكان اللي احنا فيه ده هنا ده مقر الدير بتاعنا. بيشرفني طبعا ويسعدني ان انا اقعد وسطيكم واستضيفكم في مكانكم وفي وطنكم التاني مصر. شكرا يا حبيبي، اتفضل. يعني نحن نحن انا ليا طلب صغير من حضرتك، لو كان ممكن بالورقة والقلم اخد بركتهم كلهم علشان احتفظ ب يعني الاسماء. الاسماء الاسماء ده ما انتوا عاوزينه. ايوه يا ريت من ضمنهم. اتفضل. يعني نحن اليوم سعيدين بهالزيارة، وسعيدين نسمع كلامك يلي ببلسم الجراح واللي بيطمن على عظمة مصر وشعب مصر ورجال الدين في مصر اللي هن حريصين على التعايش وحريصين على بناء مصر بناء مدنيا يتناسب مع تاريخها ومع سمعتها. بالحقيقة نحن يعني جينا لزيارتكم بأمل الدعم لشعب سوريا المعذب، لأهلكم في سوريا. نحن مؤمنين أن ثورتنا وثورتكم هي ثورة شعب وليس ثورة دين، ونحن حريصون أيضا
أن يبقى نتيجة هذه الثورة هو نتيجة لتلبية طموحات شعوبنا بحياة كريمة بدولة مدنية يتولاها الشباب من أجل بناء مستقبل بعد سنين طويلة من العذاب والإقصاء والديكتاتورية والفتن والتعصب وكل أنواع الأمراض الفتاكة بالمجتمع. بالحقيقة نحن اللي اليوم المشرق في حياة سوريا هو يوم الاستقلال، هو عهد الاستقلال يلي كان بيبين انه الشعب السوري خرج من ثورته العظيمة وصنع الاستقلال بزعامة سلطان باشا الأطرش وابراهيم هنانو والأشمر وكل صالح العلي وكل الشعب السوري صنع استقلال بوحدة وطنية اجتماعية سطرت التاريخ. فنحن كثير حريصين انه اذا كان يعني اي طرف بظن انه هذا الوطن ملك له او بده يرث من الدكتاتورية هذا الوطن، فنحن واغلبية شعوبنا حتقول له لا، الوطن للجميع. مولانا نحن الآن أمام جرح زاد من ألمنا. كنا يعني نكن ونحترم غبطة البطرك الصفير في لبنان، ولكن للأسف يعني النظام السوري عبث في لبنان، قتل رؤساء الجمهوريات، قتل المدنيين الأبرياء، قتل من المسيحيين أكثر ما قتل من المسلمين. ولكن للأسف صدر يعني موقف من البطرك الراعي يساند الدكتاتورية، يساند القتل. يعني لما بيكون إذا كان نتمنى أن يكون موقف ما يكون حط يعني حدا أو جهة حطته بصورة مغلوطة غبطته، فنحن الخطر على المجتمع هو الدكتاتورية، الخطر هو القاتل، وليس القاتل هو الذي يصنع الأمن. الأمن الذي يصنعه هو محبة وتآخي الشعوب وليس الحديد والنار. فنتمنى من سيادتكم من أرض مصر، من هالرجال يعني يلي كان لهم الدعامة الأولى والقوة في صناعة الثورة في مصر وجماعتها الشباب بحبكم وبعلمكم، نتمنى منكم كمان، نحن بحاجتكم، بحاجة مواقف لنأكد هذا البعبع اللي عم يقتلنا كلياتنا، انه الأقلية بخير والمسيحية بخير والدروز بخير والشيعة بخير والعلويين بخير. الشر الوحيد اللي فايت علينا هو هذا الدكتاتور السفاح المتوحش يحمل مشروع من إيران وحزب الله من أجل أن يحول سوريا إلى قاعدة إيرانية. نحن نريد سوريا عربية ضمن الأسرة العربية، نريد أن يتمتع الجميع بحقه بممارسة حريته الدينية. نحن نحترم الجميع ونحترم آراء الجميع، وهذه طبيعة من الشعب السوري. نتمنى من غبطتك ونتمنى أنه يكون في بيان، يكون في موقف من أجل يعني عدم خلط الأوراق بموضوع الأقليات وخوف الأقليات. نتمنى أنه ما بيكتمل الربيع العربي إلا إن شاء الله يكون اليمن انتهى فيها الدكتاتور وسوريا سقط الدكتاتور ومصر بيتنا الأول العربي. نتمنى أنه نشوف كل أبناء متماسكين
ما أجملهم لما كانوا بالثورة، ما أجملهم لما تكاتفوا، لما كان الأب مع الشيخ، ولما كان الأبناء كلهم سوا والسيدات يعني كان هي حالة عافية. بنتمنى إن شاء الله إنه ضل مصر عامرة بأبنائها وتضل المحبة وتكون قوة لكل العرب، لأنه العرب في كثير ناس طامحين بحجة الدين، بحجة شعارات كاذبة ممانعة سقطت كذبتها. نحن ملتزمين بحقوقنا، بأرضنا، بفلسطين، شعبنا، أهلنا، لكن ما بنريد ولا عنا نقص إنه حدا يجي يعطينا يعني جرعة من القوة المزيفة. نحن أقوياء بديننا، بمحبتنا، مآمنين كل واحد له حقه بالحياة وله حقه بمذهبه ودينه. ما بيصير إنسان يقسي إنسان ولا يمارس عليه الرعب والإرهاب. منكرر شكرنا لاستضافتك، ومنطمنكم أنه نحن شعب واحد، مثل ما أكدنا لشيخ الأزهر أنه نحن بكل، وكان هو حريص سماحته على أنه يكون كلياتنا إيد واحدة، ما يكون في صراع طائفي. نحن مثل ما أكدنا عند سماحته هذا الشيء، كمان عندكم هون منأكد نحن أنه الخط اللي أنتوا عم تسعوا له، الخط اللي أنتوا عم تسعوا له واللي أنتوا قضيتوا حياتكم من أجل المحبة والتآلف والتآخي والتسامح، نحن هذا خطنا وهي خط ثورتنا. ساعدونا حتى نوقف قتل الأطفال، نوقف اغتصاب النساء، نوقف تهديم المساجد والكنائس. كلنا أمل بأنه جرعة القوة حتيجي من عندكم، وكل الشكر لكم. هذا قلبك الكبير أنه لا يا حبيبي، كن على ثقة انه هذا اللقاء، كن على ثقة. انا 30 سنة وانا راضي اعرف معنى هذه الكلمة. هيك عشانهم بمصر نمسك مسكة. انا خلي اضرب عندي ربنا يوفقنا كلنا.